كل يوم بتروحوا على المدرسة بتتعلموا، فيش نهار فكرتوا كيف بتتعلموا كيف بتفهموا؟ ولا مرة فهمنا ليه. كيف تحفظوا؟ حدا بيعرف؟ انه يمكن بس نسمع الشغلة كذا مرة وانه تفوت منيح براسنا انه يمكن نصير نتذكرها أكتر. انه ايه من وراء التكرار، واذا كمان قدرنا نقتنع بهيدا الشيء اللي عم نتعلمه ساعتها بنحفظه احسن. اجوبه كثيره، بس رح نعرف اكثر بهالحلقه الجواب المضبوط. تابعونا. علم الأعصاب عنوان حلقتنا لليوم. نحن كتير مرات بندرس، منجرب نساعد أولادنا يدرسوا، منكتبهم، منقلهم اقروه عدة مرات بتحفظوا، منقلهم كيف يفهموا، منعلمهم يستعملوا ألوان، منعلمهم يعملوا تلخيص، يرجعوا ينقلوا، يسمعوا. كتير أفكار، كتير طرق. إنما نحن شي مرة سألنا حالنا شو اللي بيخلينا نفكر بهالطرق هاو؟ علم الأعصاب هو دراسة علمية بتعطينا أجوبة على كل هالأسئلة يلي طرحناها. كيف مندرس؟ كيف منفهم؟ كيف ممكن نساعد حالنا لندرس ونفهم ونكون عم نشتغل بطريقة أحسن وأدائنا يكون أحسن بالمدرسة؟ كل هالأجوبة رح بيجاوبونا عليها ضيوف اليوم باستوديو: القسيس توفيق حداد، الدكتور، أستاذ تعليم ثانوي وجامعي، باحث في العلوم التربوية ومحاضر في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية. أهلا وسهلا فيك أستاذ توفيق. وأيضا السيدة ماري كرم، أستاذة ثانوية ومتخصصة في علم الحياة. أهلا وسهلا فيك مدام ماري. كمان مثل كل حلقة بيسعدني أنه موجودين معي باستوديو تلاميذ وطلاب من المدرسة، مدرسة العائلة المقدسة الفرنسية الفنار. أهلا وسهلا فيكم، عطول رأيكم بهمنا بأنه أنتم الأساس، وكل هدفنا أنه نحن نساعدكم لتتعلموا لتخلصوا علمكم بنجاح ويكون مستقبلكم أحلى. خلينا نبلش هالحلقة بتقرير بيشرح لنا أكثر بطريقة مختصرة شو هو علم الأعصاب. الجهاز العصبي. الجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي المحيطي. الدماغ. النخاع الشوكي. الأعصاب. الحواس الخمس. السمع. النظر. الشم. الذوق. اللمس. يغطي علم الأعصاب جميع التخصصات. استقلالية الجهاز العصبي، عمل الجهاز العصبي، أمراض الجهاز العصبي، دراسة الآليات الكيميائية للدماغ، دراسة السلوك. تطور علم الأعصاب بفضل الكيمياء، علم النفس، المعلوماتية، الفيزياء، الفلسفة. علم الأعصاب الإدراكي. الذاكرة، اللغة، السبب، التعلم، الذكاء، حل المشاكل، صنع القرار، الإدراك أو الانتباه. نميز أيضاً علم الأعصاب عاطفي، السلوكية، اجتماعي، اللغويات العصبية. تعزيز هرمونات السعادة، أنا وأنت، دوبامين. نم من 7 إلى 9 ساعات يومياً. احتفل بنجاحاتك الصغيرة. ممارسة الرياضة. أندورفين.
اضحك مع أصدقائك، ممارسة هواية، الغناء والرقص، أوسيتوسين، التأمل، خذ شخصاً بين ذراعيك، اعمل عملاً صالحاً، سيروتونين، ممارسة الامتنان، استمتع بالطبيعة، تذكر الأوقات الجيدة. يمثل الدماغ 2% فقط من إجمالي وزن الشخص، ويستهلك 20% فقط من الطاقة التي يحتاجها الجسم. شفنا بهالتقرير تعريف بعلم الأعصاب وأهميته بعملية التعلم والتعليم. يمكن بعد بمجتمعاتنا بعد ما وصلنا أنه نطبقه بمدارسنا، أول سؤال بدي أوجه لكم إياه، هل هالشي اللي شفناه عم بيتطبق بالمدارس لنقدر نوصل الرسالة بطريقة أسهل وأسرع على تلاميذنا؟ أول شيء بالنسبة لعلم الأعصاب والألياف العصبية، نحن بنعرف أنه النفس الإنسانية بتتكون من العقل والعاطفي والإرادة. نعم. العقل هو مؤلف من هالألياف العصبية اللي هي فعلياً أكثر من 100 مليار خلية عصبية بعقل الإنسان، وبتتلقى 50 مليون رسالة بالثانية. نعم. 50 مليون رسالة بالثانية. يعني أذكى من هالشي. أكيد أذكى بكتير، مشان هيك نحن قدرنا نعمل هذا الشيء. نعم. كبشر. والألياف هيدي بتاخد رسائل بواسطة السينوبسيز وإلى آخرها، هلأ كمان زميلتنا بتشرح بيولوجياً أكتر، بتاخد هالرسائل بواسطة zeros and ones on off. نعم. يعني وهذا الشيء بيروح لعلاقة العلم الأعصاب مع الذكاءات المتعددة، وهلأ صار في عاشر ذكاء اللي هو الذكاء الرقمي digital intelligence. سو هيدا الذكاء الرقمي مبني على علم الأعصاب، وللأسف مناهجنا اللبنانية مبنية على الأهداف التعليمية العامة ومبنية على الأهداف الإجرائية، مش مبنية على الكومبيتونس. نعم. للأسف على المهارات، على المهارات والكفايات. نتأمل المناهج الجاية بالدوائر التربوية، المركز التربوي، وزارة التربية، أنه يحطوا أشخاص عن جد فهمانين شو يعني علم الأعصاب وارتباطه بالفهم. وهون بنسمي شيء وبنشرحه أكتر كمان، اسمه باترن، ليقدر الطالب مثل ما حضرتك ذكرتي قبل شوي يقدر يفهم كيف هيدي المعلومة بدها توصل له، والأستاذ كيف بده يوصل له إياها بالأحرى. نعم. هذا الشيء كتير أساسي، ومنتخطى بلومز تاكسونومي. بلومز. نعم. تاكسونومي هلأ عم نستعمله، لكن علم الأعصاب بيتخطى هذا الشيء وبيروح لمستوى أعلى من بلومز تاكسونومي من التدرج تبعه، وضروري جدا ادخاله في المناهج. نعم. مدام ماري، كونك متخصصه بعلم الحياه، بتفسري لنا شوي بطريقه مختصره عن علم الاعصاب، كيف ممكن ياثر على الفهم؟ رح بلش حديثي اكيد اني اقول اني كثير مبسوطه معكم، مرحبا. نعم. للجميع، مرحبا للطلاب اللي معنا، واكيد حنقضي وقت كثير حلو. في شغلة نقطة أكيد كتير مهم الزميل اللي قاله، بس حابب بلش أنا بالعكس، اللي هو شيء اسمه سيستم دو ريكومبانس. نعم. إذا منيجي منشوف نظام المكافأة. نظام المكافأة، نعم. إذا بجي بشوف أنا خلال كل المراحل قطع فيها الإنسان، كان دايما بيحب أنه يأكل وبحب أنه ينجب. ليش بدنا نأكل؟ ليش بدنا ننجب؟ لأنه نحنا بدنا نستمر. اللي بخلينا نحن نكون عم دائما نطلب الأكل هو لأنه حبينا الأكل، وإذا حبينا نكون دائما عم نقوم بعلاقة لأنه نحن حبينا العلاقة، وهيك الإسباس تبعيتنا قدرت تستمر وقدرت تتخطى مصاعب كتيرة. نعم. إذا بيجي بفوت بهالموضوع هيدا بالتعليم، إذا أنا بدي روح على عملية تعليم بتخليني أكرر وعيد وإرجع فوت بالموضوع أكتر وأكتر وحبه، لأنه أنا عندي ذكرى كتير حلوة من التجربة اللي أنا عشتها دفعتني أني أرجع عيدها، وهالشي ساعدني كتير أني أقدر أكون عم بتعلم بأجواء دخلت فيها
الهدف اللي أنا بدي أخده، الفرح اللي رح أخده من وراء هالعملية، وأكيد حتصير عملية ونحن كلنا هلأ حسينا إنه ما بقى في ليميت للتعلم. نعم. محس حالنا دائما نحن طلاب، ما في حدود، ما في حدود. أنا دائما بدي أتعلم. ليش بدي أتعلم؟ إذا بجي بشوف من نحن وصغار لهلأ تعلمنا بيسيكلات، تعلمنا نسبح، تعلمنا بيانو، تعلمنا عدة مهارات، وإجت مع التكرار وإجت نقول بالأول تعلمنا نمشي، تعلمنا نحكي. طبعا كل هالشي بيجي مع أني عيد الخبرية. مشان هيك إذا أنا ما بدي أوصل أني عيدها لأنه عارفة وين بدها توصلني ومقتنعة وين بدها توصلني ولح تعطيني الفرح اللي أنا بديه، وحتخليني واجه أشياء، كن مرتاحة مع حالي أكتر، خزن معلومات أكتر، تخليني روح لأبعد، أكيد أنا ما رح عيدها. مشان هيك هون علم الأعصاب شغلة كتير مهمة، أني أفهم شو هالسيستام المكافأة هيدا، كيف عم بيشتغل براسي، وغوص أكتر بكل شيء اسمه أعضاء، بكل شيء اسمه خلايا، بكل شيء اسمه موليكول، يعني شو عم بيصير أوفات أنا، كيف عم خزن، كيف عم بحس بهذا الشعور، ليش عم جرب أني كرر مع التكرار، شو عم بيصير إذا بدي أحكي الأعصاب كيف عم تشتغل، التكرار كيف عم بيبين أنا براسي، كيف عم يرسم طرق معينة، كيف عم بخليني أكسب هالمهارات ومكنها أكتر وإرسمها أكتر وأعملها كونسوليداسيون، يتصير هالقد قوية عندي تقدر تخليني روح لأبعد. فهيدي النقطة نعم عزيزة على قلبي، وحبيت بالأول أني يكون عم تكون نعم شارككم فيها. نحن بس نعرف أنه الولد أكتر شيء بيتعلمه من عمر صفر لعمر سنتين، يعني اللي بنتعلمه بهالسنتين هو أكتر بكتير من يلي رح نتعلمه بعدين. صحيح. مزبوط أم لا؟ مزبوط. طيب هيك كيف تتفسر بعلم الأعصاب؟ يعني أنا بحسب قراءاتي ودراساتي عن بهذا الموضوع، ونشرت بيبر بالإديوكيشن أند سايكولوجي جورنال، من الصفر للسبع سنين بتتكون شخصية الإنسان. نعم. ومن بعدها بتتطور كل شخصيته، تفكيره عشو مبني. أنا بلشت أول شيء أنه النفس الإنسانية بتتألف من العقل والنفس، من العقل والعاطفي والإرادة. العقل هو عبارة عن هيدي علم الأعصاب اللي مخيف، فيه تقريباً أكثر من 100 مليار خلية عصبية موجودة فيه، ونحن بنقول عاطفتنا بقلبنا، وهذا الشيء هذا misconception، يعني عاطفتنا بعقلنا. نحن وقت نشعر بأعصابنا، بدق قلبنا بسبب الأدرينالين وغيره من الهرمونات إلى آخره. لكن يعني هون معلومة جديدة رائعة، منحب عقلنا، منحب عقلنا، لأنه العاطفة، مركز العاطفة هو الدماغ، هو الدماغ مش القلب. القلب هو بامب، هو مضخة للدم، ولكن وقت الحب بحب بس عقلي، قلبي بدق بسرعة. إيه مثلا أنا بتطلع حب. مثلا لنفترض شيء حلو او بناتور حلوه، حبيت طلعت بمدام مريم ولد شيء حلو. حلو اكيد. انا اجا بدغري دغري لو تيتر لا شيمي دو لامور. نعم. يعني دائما نحكي عن هالتيتر، ما بعرف العالم ما عارفين شنو كيمياء الحب. صحيح. يعني الحقيقه هي قصه كيمياء، قصه شيمياء. ما فيني احكي نورون، ما فيني احكي بيو اذا ما دعمتني الشيمياء، واذا نعم ما فت بكل شيء موليكيول. يعني انا نعم اكيد عم بحب وعم بشعر بعقلي. نعم. واذا ما حبيت ما فيني اتعلم، يعني هيدي شغله كثير مهمه مترابطه. بتتعلموا أكتر مع معلمة أو أستاذ بتحبوه أو ما بتحبوه؟ هل بهمكن تكونوا تحبوا الأستاذ لتتعلموا أكتر؟ أنا شخصياً كتير بتفرق معي إذا بحب الأستاذ أو لا. أنا بس حب معلمتي، بحس أنه المادة اللي عم تعلمنا إياها أنا بحس بفهمها أكتر، وبحب كيف بتفسرها لأنه أنا بحبها بحب هالشخص. إذا كان في معلمة ما كتير أنه بتفق معها أو ما بحب طريقتها، أنا رح أهمل شوي أكتر هالمادة، ورح حس أنه برتاح أكتر مع غير أستاذ، وطريقة شرح غير أستاذ وتفكير غير أستاذ يمكن؟ إيه. نعم. تالينا، بتأثر عليك إذا بتحب المعلمة والأستاذ؟ بس كون بحب المعلمة أو الأستاذ، يعني حتى لو المواد ما كتير بحبها، إنه بحب ركز مع الأستاذ، فقط إنه بلا قصدي بحفظ المعلومات وهيك. بس إذا مثلا الأستاذ ما بحبه أو مش ما منتفق سوا، أوتوماتيك ما بعمل كأنه بلوك على الماتير وبيبطل بدي اسمه. يعني لو في مادة بتحبيها كنت قبل، إذا الأستاذ ما بتحبيه ممكن توقفي تدرسيها لأنه ما بحب الأستاذ؟ إنه بضل حب المواد بس بينزعل إنه التركيز تبعي بطل بدي عبالي ركز معه. ميشيل كمان نفس الشيء، إنه هو الأستاذ بالنهاية هو اللي عم بيوصل المعلومة. يعني إذا أنا ما بدي أسمع له وما بدي ما بدي يكون بحبه وبتفق مع تفكيره، أكيد ما رح من الأول ما رح ركز معه، وما رح إنه ما رح أتقبل المعلومات اللي عم بيعطيني إياها لو شو ما كانت. نعم.
جانا نفس الشيء بدك تقولي لنا أم في عندك شيء تاني تقولي؟ أكيد نفس الشيء، بس غير هيك كمان إذا يعني أنا بحس حالي مرتاحة مع الأستاذ، إذا عن جد بحبه وبحس حالي مرتاحة باللي عم بيعلمنا إياه، بكون جاهزة ورغبانة أكتر مثلا أسأله أسئلة أو أطلب منه مساعدة إذا مثلاً في شيء معين ما فهمته، يعني هيك ساعتها. أو يمكن حتى تشاركي بالصف أكتر، بتصير المشاركة أكتر. 100% بصير أنا قادرة، منصير قادرين نعمل انتراكسيون سوا. نعم. بطريقة أحسن يعني، وهيدا الشيء أكيد رح يساعدني أنا أفهم الدرس بطريقة واضحة أكتر ومنيحة. يعني هون اللي قالوه هو شيء كتير واضح، أنه يمكن عملية التعلم مرتبطة بالشخص اللي عم بيعلمه بالعاطفة. تفضلي. فيني بس علق على اللي قاله ميشيل، انه وقت قال بحب ما وقف بس على شعور، قال بحب وبنبسط بالطريقة. نعم. ما هي الطريقة كمان بتولد الحب، يعني انا وقت فوت على الصف وعم بعطي معنى للي انا عم بعمله وعم بقلهم انه بوضوح وبشكل كتير مبسط واضح انه انا رح امرق معكم بهالعملية هيدي لانه رح وصلكم لوقت يمكن خليكم تكونوا مبسوطين مرتاحين عم بتحلوا أموركم، رح توصلكم أنه يوما ما تفوتوا على الجامعة، رح تخليكم تواجهوا الامتحانات الرسمية، رح تخليكم تواجهوا كل شيء متطلب مطلوب منكم تتقدروا توصلوا على الهدف تبعولكم، حتقدر تفهموا الأمور اللي عم بتحيط حواليكم، أعملهم كونتكستواليزاسيون لكل حدث أنا عم بعمله. نعم. لكل كلمة أنا عم بقولها حيقتنع أنه هالولد أنه هالديل اللي عم بعمله بيني وبين الأستاذ عم بيخلينا أن العقل بيسأل طب أنا. نعم. ليش؟ نحن يا ما سمعنا الأولاد شو بفيدني؟ لا شو بدي أعملها؟ ضيعت وقتي؟ لا ما في شيء اسمه ضيعت وقتي، وإذا منفوت على الانتليجنس ملتيبل شفنا أنه كل المهارات بتساعدنا. نعم. نحن بحاجة لكل شيء تنقدر نتخطى اللي نحن فيه ونخلي حياتنا تصير أفضل، فما في شيء ما له معنى، أنا ما قدرت أعطي له معنى أو ما قدرت أعمل الكونترا. نعم. مع هالولد بطريقة واضحة. هون أخذتيني لنقطة تانية بدي أسألكم عنها، هل الحب أما العاطفة بدها تكون باتجاه واحد أما بدها تكون بالاتجاهين ليصير في عنا هالعلاقة، إذا بدي أحكي عن علاقة كيميائية بين الأستاذ والتلاميذ، هل ممكن تصير بس من طرف واحد أما لا بده يكون كمان الأستاذ عنده هالعاطفة لتكمل هالعملية التعلمية؟ هلأ إذا ما ندرس علم الأعصاب علمياً بنفهم انه علم الاعصاب بياثر على العواطف مثل ما حكينا، هو اساس العواطف وهذا شيء اكيد متبادل، لكن دور الاستاذ يقدر هو يفهم ما هو ارتباط علم الاعصاب عند الطالب مع المالتيبل انتليجنسز اللي هن 10، ما بعرف اذا في مجال نعددهم، الذكاء الطبيعه الذكيه او الطبيعه الموسيقى الرياضيات المنطق الوجود يعني. نعم. العلاقات الشخصية الحركة الجسدية اللغوي شخصي داخلي ومكاني. نعم. ورقمي، العشر ذكاءات هذه كلها مرتبطة يعني بالعلاقة الإنسانية. المشاهدين كمان بحلقة تانية عن الذكاءات المتعددة، صحيح، لان كل ذكاء بيحرز. نعم. نحكي عنه، فالأستاذ دوره يقدر يفهم الطالب، ما بيقدر يفهمه مثلا عن بعد وقت اللي عم يستخدم منصة إلكترونية. نعم. العلاقة الإنسانية كتير أساسية بعملية التعلم والتعليم، مش انه من حطينا منصة يلا يا شباب علموا، لا، في تفاعل انساني، انا بدي افهم الطالب يمكن حزنان يمكن زعلان يمكن يعني معصب يمكن هون فرحان. كونك تربوي انت عم بتقلي هلا انه التعليم عن بعد منه مكتمل لانه في هالعلاقة العاطفية اللي مفروض تكون. صحيح. بين المعلم والمتعلم منها انفقدت 100%. يعني في عنصر أساسي بعملية التعلم فقدناه 100%. أنسنة التعلم، نحن عم نروح لرقمنة التعلم. نعم. إذا صح التعبير، وهذا شيء خطير لازم ننتبه له في مناهجنا في حياتنا في مدارسنا في جامعاتنا. أنسنة، نحن عم نعلمه ليصير إنسان أفضل. نعم. مش بس عم نعطيه معلومات. هذه الكلمة أنسنة، يعني نحن عم نطلع عم نرقي في عم يصير في رقي نرتقي به التعليم. لكي يكون مواطن أفضل، إنسان. نعم. أفضل، يخدم مجتمعه أفضل. ومن هون أنا بدي أقول شغلة كتير مهمة بالمناهج الجديدة، لازم يتدخل المهارات الحياتية والذكاءات والذكاء العاطفي والذكاء الاصطناعي بمناهج المدارس والأشياء العملية المحسوسة، لأن نعم. بيتخرج الطالب من المدرسة وهو منه عارف يعمل شيء،
هو بس معبى راسه معلومات فيزيك شيمي بيو ومعتبر انه هديك الارتس والفنون بيتعلمهم برات المدرسه. نعم. لازم يكون انتجريتد بقلب المنهاج ليكون فعلا الشخصيه متكامله لكل طلاب لبنان مش بس لفئه من مدارس لبنان اللي هي عاده مدارس خاصه. يعني القسم الاول من الحلقه كان كتير شيق، بننطركم، ما بعرف شو بعد رح يكون ناطرنا بالقسم الثاني. رح منروح لفاصل ومنرجع منتابع بعده حلقة اليوم من فولو أب وموضوعها هو علم الأعصاب. تابعونا. منتابع معكم القسم الثاني من حلقتنا لليوم وموضوعها علم الأعصاب. أهلا وسهلا فيكم من جديد. بعد الفاصل رجعنا لنتابع. بالقسم الأول حكينا عن أهمية العاطفة بالتعلم. شو في شيء كمان ممكن يأثر نحن منا مدركين لإله؟ أنا برأيي في شيء كتير مهم لازم نعرفه ونوعي الناس عنه، تلاميذنا، زملائنا، أصحابنا، عيالنا، هو الشفاء من الماضي. في كتاب نعم. اسمه Healing of Memories أو شفاء نعم. من الذكريات. طب الذكريات منين جاي؟ جاي من النيورونز. نعم. أنا إذا بدي أشفى بدي أرجع للذكريات هاي وطلعها. يعني خلينا أعطي مثل بسيط. إذا عندي ويف بالفيزيك، نحن عنا ويف بتطلع وبتنزل موجات. أوقات كتيري أنا بكون مثلا غضبان بدي أعبر عن غضبي، بكبت غضبي وببتسم، هذا شيء غلط. أو بكون فرحان وبكون أنا عامل هيك، لا، لازم هيدا الشيء له علاقة بالنيورونز بخزنوها. عم عمله ريبريسيون أو عم بقمعه، هيدا الشيء كتير مش صحي. لازم استقبل العاطفة المعينة بالأعصاب تبعولي، بالدماغ تبعولي بدون ما أحس، بالوعي ولا وعي تبعولي، واستوعب هيدي العاطفة وفرغها بالطريقة الصح مع الأشخاص الصح بالوقت الصح، وكون هيدا الشيء سليم. وتكون هذا الشيء حلو بكون أنا شخص مبسوط فرحان. بالنسبة للماضي، إذا عندي نعم. جروح بالماضي، علاقات مكسورة، عندي أمور مزعجة، حدا كتير جرحني عاطفياً بالكلام، معنوياً، روحياً، جسدياً، أنا متضايق، شو بدي أعمل؟ بدي فرغ هذا الشيء من خلال وعيي، من خلال النيورونز. نعم. هذا الشيء بيساعدني بعملية الشفاء الذاتي والشفاء من يعني الماضي والتصالح مع الذات. نعم. يعني هون يلي عم تحكيه بيجمع شوي علم النفس، يعني صحيح. شوي عن علم النفس كيف ممكن نداوي الجروح القديمة. صحيح. مشان هيك علم النفس مؤلف من العقل والعاطفي نعم. والإرادة اللي هني مركزهم الدماغ، اللي هو مركز الشفاء ومركز المرض. نعم. مشان هيك كتير مهم نقدر نفهم أنفسنا. كيف نقدر نفهم أنفسنا؟ من خلال فهمنا لذاتنا وللآخرين، ونخلي المشاعر تمشي، ونفهم تلاميذنا ونعرف هن كيف بيفكروا، ونقدر نمشي بهذا نعم. الباترن. شكرا لك أسيس. مدام ماري علي. قبل ما تعلق بدي عندي سؤال. نعم. نحن وصغار حتى هلأ في كتير معترف فيه وأكيد بيوافقون الشباب والصبايا، قبل الفحص بيقولوا كل زعتر. هل في يعني في اكل بيقولوا قبل الفحص كله هيك بيساعدكم لتركزوا، بيساعدكم لتفكروا، هل في شيء اما منبهات الاعصاب؟ يعني كثير مرات بنقول بدي احضر حالي، بشرب فنجان قهوه، بشرب شيء، هل في نوع من الماكولات بياثر علينا، بخلينا نركز اكثر، بخلينا نكون نشيطين اكثر؟ اكيد اللي عم تقولي شغله كثير مهمه، بس انا ما راح فوت بنظام غذائي اكثر ما راح فوت انه نحن ثمره شغلتين. يعني نحن في شيء عنا اياه وراثي، وفي شيء بناخده من المحيط اللي عم نعيشه. فانا فيني اكون عم قول مش انا هيك ثابته، العقل تبعولي والجهاز تبعولي وكل شيء انا بيتطور وبيتاقلم، وانا اكيد فيني اجعله انه يكون بالافضل. هلا بنقول نظام غذائي شغله كثير مهمه، انا فيني اضيف عليها ساعات النوم شغله كثير مهمه، وانا كثير حابه احكي عن هذا الموضوع لانه عم نبلش نعاني منه شوي بالصفوف مع التلاميذ، ما بعرف قديش عم بياخذوا ساعات نوم كافيه. اذا بنرجع بنحكي عن العواطف وعن الموليكيول اللي بلشنا فيها اول الحلقه، كل هالشيء
بيتفاعل انه يزيد الموليكيول. يعني اذا بنحكي نيرونز، انا وقت بدي احكي عن هالخليه اللي هالقد مهمه، هي خزان او هي معمل كل يوم عم بفبرك كميات طائلة. أبونا أشطر مني بالأرقام والكميات، أنا يمكن مش حافظة، بس قد ما أنا زيد من هالكميات الموليكيول قد ما أنا بكون براحة أكتر. كيف فيني زيد فيها؟ في نظام حياتي أكيد لازم يكون صحي، أنا فيني أتوجه للغذاء، فيني أتوجه لساعات النوم، فيني أتوجه للرياضة. ياما أوقات بنحكي عن الرياضة وبتصور نعم. كلنا جبهنا الفترة اللي عشنا فيها بالحجر إنه كنا عم نعمل رياضة أكثر من العادة، أكثر من العادة، وحسينا بارتياح. طب هذا الارتياح ما بيجي هيك، هذا الارتياح نتيجة أشياء كتير أنا اشتغلت عليها ضمن حياتي. مجرد أنا قاعدة مع حضراتكم اليوم أنا كتير مبسوطة، هالجلسة الحلوة اللي قاعدينا، هالمشاركة اللي عم نعملها بمواضيع كتير بتعني على قلبنا، هيدي كمان عم تشتغل جواتي بدون ما أنا أعرف، بدون ما أنا أعرف. يمكن أنا شوي بعرف بالموضوع، بس ياما أشخاص بيقولوا ولا عملت صبحية مع حدا وشو راجعة غير إنسان، رحت شي رجعت شي تاني. فيني أنا فسر لك ليش، وأكيد وقت حسيت أنا بهذا الشعور حكرر التجربة. والتلاميذ دغري قالوا أنا بدي أكون مبسوط، أنا بدي أكون مرتاح، وأنا مع التكرار فيني كون عم بوصل للنتيجة. والأبونا كان عم بيقول إذا أنا ما ظهرت من ذكرياتي، وهذا اللي بلشت أنا أقول فيه، يمكن رح روح موضوع تاني هو العلاقات اللي منعملها. إذا أنا عندي ذكرى بشعة عن يعني أنت اللي بلشت فيه هو الذاكرة الحلوة اللي بتخليني أتعلم. طبعا هون إذا بروح على الذكرى يعني البشعة نعم. طبعا إذا أنا تعرضت لاعتداء جسدي، هل يا ترى نعم. أنا فيني أروح بالعلاقة؟ أكيد لا نعم. وهون الإسباس تبعيت انقرضت. إذا أكل ماما جبرتني رح أقول مجدرة برغل، هالأكلات ما كتير الأولاد بحبوها مع أنه كتير صحية، عم شوف شو عم بيصير ولا ما رح حبها فما رح كررها. بس إذا قلت لهم بوزة شوكولا أساس، عندهم ذكرى كتير حلوة براسهم حيكرروها. فإذا أطلع أنا من ذكريات البشعة تبعيتي، وهذه شغلة كتير مهمة، وكتير نحنا سمعنا حلقات بهيدي الفترة أو شاركنا حتى بمؤسساتنا، وكتير العلماء النفس، وإذا برجع لتحديد شو علم الأعصاب نعم. هو منه بس بيو، هو شيمي، هو فيزيك، هو بسيكولوجي، هو أكيد فيلوزوفي نعم. إذا أنا ما بطلع مني هالميموار، وكتير قالوا لنا بليز اكتبوا على ورقة نعم. عبروا اكتبوا على ورقة، طلعون منكم. أنا شي زعجني اليوم ولا الوقت مش عم بقدر دير وقتي، أنا ضايعة نهاري كله تشربك، كله هيدا بيعمل لي عائق أنه أنا أكون عم بتعلم. فكانت نصيحة علماء النفس أنه طلعون منكم واكتبوا على ورقة نعم. اللي تابع التلفزيون واللي شارك بحلقات مشاركة، لأنه نحنا كنا بحاجة نعمل كير لحالنا نعم. علاج لحالنا تنقدر نطلع من اللي نحنا فيه، كتير سمعنا انه طلعوا هالمشاعر نعم. منكم. وهون كانت سلبيه او ايجابيه لازم تطلع على المشاعر، الإيجابية ما لازم تضل طبعا عنها. ايجابيه بتخليك تكرري، وتتحرري من السلبيه كمان بخليك تكرري نعم. وهون عمليه التعلم بتصير ناجحه اكيد افضل. هون بدي اروح لعندكم تفضل الكومبيتيشن. لا ابدا بالعكس، انا حابب كمل الفكره. لا لانه الحديث كثير حلو فعلا عليك. اول شيء يعني بنستقبل عمليه احتواء العاطفي نعم. بعدين توصل للقمه، وبعدين بتروح تعمل ديسيب يعني بتروح. ومن هون بنقدر يعني انا بناء كمان على الريسيرش اللي جزء منه نشرته، الابحاث اللي عملته 3 T's، التي الاولانيه توك او اكسبرس نعم، والتي الثاني اللي هي تيرز يمكن ابكي يمكن اعبر دموع، والتي الثالثه تايم. وكل واحد طبعا بياخذ الوقت لحتى يقدر يشفى من هذه الذكريات المش منيحة أو السلبية بحياته، بحسب ما هو يتجاوب مع يعني الحالة والموضوع تبعه نعم يعني. هلأ سمعتونا شو حكينا، سمعتوا الحديث، صرتوا عارفين تجاوبوني على أول سؤال سألتكم إياه بأول الحلقة، تعرفوا كيف بتدرسوا كيف بتفهموا، إجت براسكم الطريقة أنه أنا ليه بدرس هيك أو ليه ما بدرس بطريقة مختلفة. ميشيل حابب تحكي يلا. انه بدها تبلش مثل ما قالت مدام ماري اكيد نعم. انه بدها تبلش من ذكرى حلوه او انه شيء بحبه، اكيد رح عيد الشغله، وانه قد ما عيدها وصير انه اتجاوب معها اكثر، قد ما احبها وقد ما انه اتعمق فيها زياده. طالما في انه شيء بحبه، يعني اول شيء انا بدي الاقي الطريقه اللي ادرسها انه ادرس الشيء فيه انا احبه،
لأقدر استوعب انه اذا مثلا انا بحفظ اذا قريتها 5 مرات بس كيف بتحفظي؟ هون بدي اسالك سؤال، كيف بتحفظي؟ بدي اقرا انه انا بيرسونال ما لازم اقرا صوت عالي لاحفظهم. كيف بتحفظ؟ كيف تدرس؟ اوكي انا اول شيء لا اقدر احفظ لازم اكون عم بتمشى، يعني ما في اقعد على كرسي واحفظ نو واي ولا يعني بدي اقعد اتمشى واخذ اسباس واسعه واقعد احفظ فيها. اوكي وبتفهم بس تحفظ بتفهم؟ كيف بتحفظ شيء مش فاهمه وتجي تسمعه هيك بضل مني احفظه؟ بدي افهم شو عم بحفظ وبعدين بقدر احفظها اسرع. هي قصه سرعة، اذا بتفهم انت شو عم تحفظه بتحفظيها اسرع. وفي فرق بين ماده وماده؟ يعني في ماده بتحفظها اسرع من ماده؟ ايه اكيد، الماده اللي بتحبيها دغري بتستوعبيها، والماده اللي بتستصعبيها بدها تاخذ لك شوي وقت انه لا تفهميها ولا تحفظيها ولا تعملي لها براتيك انه انت فهمتيها مزبوط ولا لا. نعم. ماريا كيف تدرسي؟ انا شخصيا كثير انه ما في يكون مع حدا، لازم يكون لوحدي. نعم. وما بقرا صوت عالي، يعني اول شيء اذا بدي احفظ شيء بعمل له ملخص صغير تفهمه، يعني بقري كذا مره وبعدين بس ارجع اقري لاحفظ المقطع اللي بدي احفظه. ساعتها دغري بس بكون فهمته كثير منيح دغري بقدر احفظه بعيده كذا مره وبكون حافظته. جنى كمان يعني اكيد مثل ما كلهم قالوا لازم تكون البيئه اللي انا محاطه فيها، يعني مفروض تكون بتناسبني وبتحسسني بي. شو بتحبي؟ يعني هو قال بمشي، قال بحب كون وحده، انت كيف بتدرسي؟ كيف بتحبي تكوني وحدك مع غيرك؟ انه بفضل اكيد بيئه انه فيها صمت، يعني ما بحب الموسيقى مثلا. الموسيقى مثلا، الموسيقى وقت اكون عم بعمل درس ما بده كتير تركيز، بلا بتساعدني لانه كونه الشيء اللي عم بشتغله ما بده كتير تركيز، انا قادره اركز على اكثر من شغله اللي هي الموسيقى والفرد اللي عم بعمله. بس مثلا الحفظ اللي بده اكثر تركيز بضطر مثلا كون ببيئه شوي اكثر رايقه فيها هدوء. بتعطي وقت لمواد اكثر من مواد تانية؟ اكيد بعطي وقت لكم مواد اكثر من غير. انه هيدي حسب شو بتقرري، انا هلا بدي ادرس اكثر بهي الماده، اما بتعطي مجهود اكثر طاقه اكثر لماده يمكن بقصص منها مطلوبه منك. اكيد في اول شيء العلامات اللي المدرسه بتحددها لهدول المواد، يعني يعني هون في قصه علامات كمان بتفوت. اكيد في العلامات بتفوت بالدق، بس كمان يعني بلاقي حالي بمواد معينه انا بحب اتعمق فيها وبحب ادرسها ورسخ المعلومات براسي، يعني بقضي وقت هيك يعني بلا ما اكون واعي بقضي وقت اكثر عليها، ومثلا بعمل ابحاث اكثر فيها من غير مواد ما كتير بتهمني. بتعمل قصص زياده مش مطلوبه مني اكيد، لانه عن جد انا بكون حاسه حالي مبسوطه انه عم بتعلم شغلات بتهمني وشغلات بتخليني انا انمى كشخص يعني. وايه ساعتها اكيد برتاح اكثر ادرس لها واعمل لها الفروض وهيك. شكرا لكم لمداخلاتكم. مدام ماري اذا بدنا نعلق عليهم، هل في طريقه مثاليه ليدرس الولد؟ يعني في كثير مرات اهل بنسمعهم عم بيقولوا لابنهم كيف عم تدرس انت وعم تمشي، كيف فيك تركز هيك؟ اما حدا بيحب موسيقى كيف بيدرس؟ ما بعرف كيف بيدرس على الموسيقى. هل في طريقه؟ كثير حبيت السؤال وكثير حبيت تنوع الجوابات اللي صارت، وكمان رح ترجعنا للانواع الذكاء المختلف وللتركيز. يعني انا اذا بدي اربط كل الحديث اللي صار حسيت انه بدي ركز. نعم. في كل واحد عنده طريقه، وفي عملية التكرار أكيد، يعني نعم. هلأ التكرار أنا بتشجع أكثر أني أقلله وأوصل للنتيجة اللي أنا بدي إياها وأقدر أخذ قرار إذا قدرت كنت مركز أكثر وإذا اتكلت على نوع الذكاء اللي أنا فيه. هلأ بتقولي لي في حدا عم بيغني في حدا عم بيرقص، هذه أصلا منشوفها بالصف، يعني أنا بنبسط كثير، غيري يمكن بينزعج أني شوف ولد هو عم بيسمعني عم بيعمل هيك، طب ليش عم بيعمل هيك؟ هالشي زعجني؟ لا، لأنه ذكائه مختلف، يمكن هالشي عم بيساعد يركز. نعم. عنده ذكاء موسيقي. في ولاد ما فيها تضل تقعد، بدها توقف، بدها تتمشى، يعني أكيد لغة الجسد عندها مهمة. في ناس هي عم تسمعني عم تعمل كارت مونتال، عم ترسم. نعم. عم تعمل خريطة معينة، عم تعمل دياجرام، بحاجة إنه تطلع على التابلو ترسم شيء.
او وحتى انا اذا قلت لك بليز ندى حتى في يمكن التلاميذ بيكونوا طابين على الطاوله مثلا او ندى قولي لي انت كيف حسيتي بهالحلقه، يمكن تعبري لي عن هالحلقه برسمه، يمكن تعبري لي عن هالحلقه بنص طويل عريض، يمكن تعبري عن هالحلقه تعطيني موسيقى معينه بويزي معينه، كل واحد عنده طريقته. فقديش انا فيني اقول له هالطريقه ولا هالطريقه، واذا بالصف تصرف بطريقه مختلفه، هون الذكاء العاطفي، انه هل يا ترى انا دغري بدي صرخ عليه وشو عملت وقيم الدنيا وحطها، يما انا بدي اقول هالولد كان حاسس بحاجه معينه، انا بدي اجرب اقعد جواته فوت لاعماقه، مثل ما اوقات انا كمان فوت لاعماقي، يعني وقت صرخت عليه برجع على البيت بقول انا كان بدها هالقد، انه ده شو انا هالقد صرخت، يمكن انا كنت معصبه من شيء ما هو ما هالقد بتستاهل، يعني هل في روسات معينه، هل في ريسيبي، نو واي انا اقدر اعطي روسات معينه، لانه اذا بنرجع للجينيتيك تبعولنا كيف نحن، كيف نحن مكونين وكيف انواع الذكاء ومن شو مؤلفين وكيف السيستم عم بيشتغل جوا وشو الفرص اللي انعطتنا اصلا من قبل وكيف تطورنا مع الايام، ما في روسات بتطبق على شخص، مثل ما انه ما في ريجيم اليمونتير انا فيني اعطيه لشخص معين. يا ما بقول لتلميذي ما فيك كل يوم تعيش على التفاح، مع انه في غيري عاش كل نهار على التفاح ومش الحال، فما في يعني تعطيك هيك فورمول ماجيك جون بو با، سي ان ترافاي بيرسوناليزي، ما في حل سحري، مشان هيك بنروح انه النقط ما بتعني شيء، هن الكومبيتنس اللي بيعنوا، انا بس اعرف اعمل ديسكريبسيون للبروفيل، انا ساعتها فيني كون عم بروح بالنصايح اللي معموله له. كل تلميذ هو انسان مختلف، لازم نتعاطى معه بطريقه طبعاً مختلفه، مزبوط طبعاً 100% 100%، وفي شيء بنسميه بعلم التربيه ديفرنشيتد ليرنينج، طبعا او التعلم بتفرد التعليم او تفرد التعلم. التعليم نعم، فهذا شيء كثير مهم ومتعب لكن كثير مهم، وبيعتمد على طريقه تفكير كل طالب. في طالب بيقدر يحفظ مثل ما ذكر، ومثلا بده يمشي بده يسمع موسيقى بده يكون رواق، بيعتمد على طريقه هو النيورونز تبعوله، العلم الاعصاب تبعوله كيف بترتاح. انا مثلا بس بدي اكتب شيء او بدي احضر شيء بحط موسيقى، نعم هذا الشيء كتير بيعطيني إلهام إذا بدك، وبيريحني وبصير أعطي من قلبي. موسيقى فقط بلا أغاني، موسيقى فقط بس نعم. ريلاكسيشن يعني موسيقى بس للموسيقى كلاسيكية وهيك، أو نعم. أنا بعزف شيء برتاح. فكل شخص بيفهم بطريقة، لازم عن جد هذا الشيء ندخله بالمناهج، ونوجه رسالة تربوية للقيمين على المناهج، ونتمنى عليهم أنه يحطوا الأشخاص المناسبين بهيدي اللجان للمناهج الجديدة، وبتمنى ما يكون نفس المضمون، لأن في كتير مضمون جديد، في كتير طرائق جديدة كمان لازم يعني الأستاذ يتدرب عليها. يعني حتى مثل ما تفضلت وقلت بأول الحلقة، صار في ذكاء جديد هو الذكاء الإلكتروني الرقمي. صحيح الرقمي. شو هو هيدا الذكاء؟ يعني إذا فيك شوي بسرعة تعرفنا عليه تحكينا عنه. هلأ بسرعة بدي بلش فيه بشكل فيزيولوجي بالإذن منك. أبداً. هو في عنا سينابسز، وفي عنا هالكيميكال يلي بتنكب بالقلب جاب معينه بترسل رساله وبتتلقى رساله. هالرساله هي فعليا رقميه، يا زيرو يا وان، يعني انا بس دس يا بدس يا ما بدس، يا بشعر يا ما بشعر، يعني يا صفر ما بشعر او وان بشعر. فمن هنيك بلشت فكره الذكاء الرقمي يلي هو مبني على النيورونز، على علم الاعصاب. المبدأ هيدا بيمشي اليوم بالذكاء الرقمي. ولد أنا عندي ابن خي بيلقط الآيباد طق 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 طق، عند ذكاء مخيف، بيروح بدون ما حدا يعلمه بيكتشف نعم. كل السوفت وير كل اللوجيسيال وبيقدر يشتغل فيه وبيقدر يفوت فيه ويعمل شو السيتينجز وإلى آخره آخره، ما حدا علمه، هو عم فوت لحاله، عم يخلق إيميل لحاله، عم بفوت ويفتش ويقرأ إلى آخره. طب عشو مبني؟ كيف فهم؟ لانه اصلا جهازه العصبي مبني على هذا الشيء. طيب قبل ما كان هذا موجود هيدا، كيف هلا خلق عنا؟ خلق دماغ تطور يعني؟ نحن بصير في تطور بدماغ، مثل ما بيكبر دماغ بصير في عنا ذكاء جديد، ممكن يخلق ذكاء جديد، يعني بعد اذا اخترعنا شيء جديد ممكن يزيد ذكائنا؟ يعني يصيروا بدل 10 11 بيقولوا الجمال بهالدماغ اللي عندنا اياه، انه إله يونيك، يعني هو كل شخص واحد عنده اياه، وهو متطور إله تري فليكسيبل بيتغير. مشان هيك بنرجع بنقول انه الظروف، يعني مقاييس الذكاء مثل ما قلنا انه ما فيها تكون مقياس واحد،
حسب الظروف، حسب نحن شو منكون. واللي بيقهرك زيادة ندى وقت يقول هالجيل مش طالع من أمره شيء، هالجيل مش ذكي، ونحن أول صعوبة عنهم هيك. لا تروقوا روقوا، أنتوا بتعرفوا دي بحبكم. أول صعوبة نحن منوجهها، نحن وين منركض؟ عند أولادنا. طب أنه عم بتقولوا هالجيل مش ذكي، لا هو عنده غير ذكاء. يعني الظروف اللي نحن فيها دغري بتخلق لك جو انه الولد بده يدبر حاله. الولد كتير ذكي، تعي قصصي قولي له ما بدي اعطيك هالكتاب، بروح يلاقي طريقه تانية يسلي يعني حاله فيها. اخر همه الاساس، الانسان بيتاقلم مع البيئه يلي عايش فيها حسب النيدز اللي هو فيها، هو لانه كل واحد بده يعيش. نعم. يعني حتى انا بسال حالي هالفيروس اللي خلق هلا، هالبانديمي اللي عاشت، مش الارض عم بتصرخ بدي اعيش؟ يمكن الارض عم تطلب النجده. كل انسان على وجه الارض بده يعيش، كل نبات بده يعيش، فبيتاقلم. هالقد الدماغ قادر يكون عم بيتطور، وهالقد عنده بلاستيسيتي، وهالقد الظروف بتغير انواع الذكاء وانواع الحاجات وكيف انت بتتاقلمي تتحل امورك، لانه كل حد منا بده كاليتي دو في اعلى. فسبحان الله، يعني ما فينا ما نقول، يعني منروح لقدام ما بنرجع، منروح لقدام. والحلو انه يعني مع الوقت، لانه نحن عنا ارث، يعني ما ننسى انه نحن عنا ارث، يعني مع تطور الانسان من انسان لانسان عطاك ارث وانت اضفت عليه. مشان هيك يعني الجينيتيك بتتغير، الميموار بتتغير، اللي بتجي انت بتاخدي، ناس عم بتكمل وراك مش عم بتبلش من الصفر. نعم. فهلا كلنا عشناها، برجع بقول بوقت البانديمي، وقت فتنا اونلاين واستعملنا كل هالمكانات وهالالات، يا ما امات راحت عند اولادها تقول لهم علموني ساعدوني ساعدوني، هن بتكي بيحلوا امورهم، فاتوا نزلوا ابس، فاتوا على الانترنت، نزلوا اخبار، فتحوا فيديو. انا استرجيت اني اطلب من تلاميذ السنكيام يعملوا انترافايدو جروب ندى. تصوري عملنا انترافايدو جروب ا ديستانس، لانه نحن بدنا نرجع للسوشيال والتفاعل السوشيال. كثير كانت نقطه مهمه، للاسف وقتنا أكيد. يعني خلص انا بس بدي اقول شغله، بس بدي اقول شغله بسيطه. بدنا نختم دكتوره ندى، بس بدي اقول شغله. تفضل. انه انا عملت احصاءات ونشرتها بمجله الاديوكيشن اند سايكولوجي، بس حابب اقولها بشكل سريع عن راي الاساتذه باليونايتد كينغدم وبلبنان. نعم. العينه كانت 137 باليونايتد كينغدم وكانت من 105 بلبنان. 35% من الاساتذه بلبنان بيعتقدوا انه نحن بنستخدم 10% من عقلنا، وهذا شيء غلط. نحن بنستخدم كل عقلنا، وهي دائما العقل ما بينام، دائما بيشتغل وكله بيشتغل. والامر الثاني انه الاشخاص اللي بيفكروا انه الطالب بيفهم بالطريقة اللي هو حاببها. أوقات لا، أوقات الطالب بيفهم بالطريقة اللي هو مش فهمانها، مش فهمان حاله كيف بيفهم. هولي 68% من الأساتذة هيك بيفكروا، وفي كتير أكيد مش هنذكرهم. يعني هلأ أبحث، هيدي جزء من خرافات عن المعصر. أبحث بعتقد هون فينا نستعمله ناخدهم منك، يعني أكيد ببعتلك نطلعهم بتيبس من فولو أب على صفحتنا، وأكيد بنستفيد منهم بالبرنامج. يعني هون كمان بدعي المشاهدين أنه الحلقة عم بتكون كتير شيقة، كتير حلوة مع ضيوفنا، بس فيكن تتابعونا أكتر عبر السوشيال ميديا لتاخدوا أكثر مقتطفات وتلخيص للحلقة يلي ضيوفنا رح يعطونا إياهن، والنصايح يلي ضيوفنا بيعطونا إياهن أكيد عطول ليساعدونا إنه نحنا نقدر نوصل ولادنا للنجاح، ونفهمهم أكثر ونحبهم أكثر وننمي الذكاء يلي عندهم أكثر. شكرا لكم. شكرا لضيوفي القسيس توفيق حداد، أهلا وسهلا فيك. ضيف عزيز بفولو أب مدام ماري باز كرم، صديقة وزميلة وأيضا رفيقة من أيام الطفولة، بشكرك لوجودك معنا. الطلاب والتلاميذ كتير انبسطت بوجودكم، وجودكم كان كتير حلو، كتير بحبكم. كتير بحبكم. الأفكار يلي عطتونا إياها. أكيد. لهون خلصت حلقتنا لليوم، أنا بودعكم وبعطيكم موعد الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد. تابعونا، وما تنسوا تابعونا كمان عبر السوشيال ميديا على كل قنوات 7 أكاديمي، من فيسبوك، تويتر، وأيضا إنستغرام. إلى اللقاء.